التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وهكذا تعلن انطلاقة شوطنا الثامن الذي خصصها للجعدان، انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لجميع الاخوة المشاركين. نسير الى مقدمة الشوط والى البداية والى المركز الاول، وهنا على مقدمة الشوط الوسمي لسعادة الدكتور سعيد بن راكان بن طاهي الراشدي على مقدمة الشوط وعلى البداية، بينما النقلة الى المركز الثاني. وفي المركز الثاني عندنا الشباب عتيق بن مطر بن حسن القبيسي يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وصل في هذه اللحظة الشبابي منصور بن محمد بن كردوس العامري يتقدم الى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وصل في هذه اللحظات هذا لاهي عبد الله بن مطر بن حاده الاكتبي، اما في المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات راغب الغادب، راغب الواصل هنا نبه عامر بن عزيز او عامر بن عزير بن محمد بن عزير الحميري وصل ليحتل المركز الخامس. هذه هي النتيجة للخمس المراكز الاولى. او وين لمسامعكم هذه الاسماء، هذه الشعارات، لكن هناك اسامي غادمة لا محالة الا بالفوز والانتصار، الا بالتألق من خلال زيارتها وتقدمها والمشاركة في ارضية هذا الميدان في صباح هذا اليوم. عودة الى المقدمة، عودة الى الصدارة، عودة الى المركز الاول. المركز الاول تحول مع الوسمية، الوسمي اللي على المقدمة، الوسمي اللي على الصدارة يبحث عن الفوز من خلال تقدمه لسعادة الدكتور سعيد بن راكان بن طاهي الراشدي على المقدمة على البداية الاولى. يبقى يهدي السلام الى العين، دار زين بن كردوس غادم، بن كردوس مع الشبابي منصور بن محمد بن كردوس العامري، وهناك ايضا بن مرخان غادم مع اشقر عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي. لا زال مسيطر الدكتور، لا زال مسيطر اهالي مرغم، اهالي مرغم غادمين غادمين، وبن كردوس مع الشبابي، بن كردوس مع الشبابي، ثلاثيه ثلاثيه، حكم يا محكم، تابع يا متابع اللحظات الاخيره. الشبابي الشبابي منصور بن محمد بن كردوس العامري ينتزع الفوز والانتصار. المركز الثاني الوسمي لسعاده الدكتور سعيد بن راكان بن طاهي الراشدي، المركز الثالث اشقر عيسى بن مبارك بن مرخان. هذه النتيجه للثلاث المراكز الاولى. التوقيت الزمني 3 دقائق وثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار.